دبي تشرح خاطرك، لو تجيها نسناس جو بلادي أسميه نسناس. واحدة من أهداف الناس في العالم هي زيارة سياحية لمدينة دبي، والكل يتمنى أن يشوف أبراجها ومعالمها السياحية ومبانيها تحطم الأرقام القياسية على مستوى العالم. خلونا نتعرف على أجمل مباني دبي اللي أبهرت العالم. برج خليفة. أول ما تم إعلان بناء هذا البرج العالم كان في صدمة. مبنى بطول 828 متر، وهو ما يعتبر مبنى بس، هو أكبر مدينة عمودية في العالم، ويوجد فيه يومياً أكثر من 10,000 شخص، يحملهم 58 مصعد واللي هم الأسرع في العالم بسرعة تبلغ 10 أمتار في الثانية. برواز دبي. أكبر إطار صورة في العالم، يجمع بين معالم دبي القديمة والحديثة، 9900 متر مكعب من الإسمنت، زجاج بمساحة 2900 متر مربع، 15,000 متر مربع من الذهب لطلاء البرواز. برج العرب. أعلى فندق تصنيفاً في العالم، تصنيفه 7 نجوم، يعني يعتبر أفخم فندق في العالم. مبنى تصميمه الخارجي أبهر العالم، على شكل شراع سفينة، مطلي من الداخل بالكامل بالذهب عيار 24، وسائد ومخدات مصنوعة من ريش البط المستورد من أيسلندا. كل تفاصيل هذا الفندق أفخم من بعضها. عين دبي. أطول عجلة ترفيهية في العالم بطول 250 متر، مكانها في جزيرة بلو ووترز، واستغرق بناءها 9 ملايين ساعة عمل، وتستغرق اللفة الكاملة للعجلة 38 دقيقة بسبب كبر حجمها. واليوم شهدنا افتتاح متحف المستقبل، أجمل مبنى على وجه الأرض، أكثر مبنى تطوراً في العالم، وأكثر مبنى انسيابية في العالم، معجزة هندسية باللغة العربية، 30,000 متر مربع وبارتفاع 77 متر، ويتألف من 7 طوابق، ويتميز بعدم وجود أعمدة داخله، ما يجعل تصميم الهندسي علامة فارقة في الهندسة المعمارية.